مع بداية شهر رمضان الكريم تحدي جديد من تحديات الخير في حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة، تحدي الآبار. 30 بئر عايزين نوفرهم لأهالي مطروح في خلال 30 يوم من أيام شهر رمضان المبارك. 30 بئر في ال 30 يوم بمعدل بئر كل يوم. هتقدر تساهم بإيه؟ بال 30؟ 25 ولا ب 20؟ 15 ولا ب 10 ولا 5 ولا هتعمل بئر واحد؟ ولا حتى جزء من البير؟ والقرار قرار والاختيار اختيار. ساعدونا وساهموا معانا ان احنا نعمل 30 بير ل 30 قرية في 30 يوم من ايام الشهر الكريم. في قلب الصحراء هناك سكان، في الحر في عز نهار رمضان، بيدوروا على نقطة مية والطير في السماء بيحوم عطشان. لما سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماتت أمي وأريد أن أتصدق عليها، قال له رسول الله: عليك بسقي الماء. لكل من مات لديه عزيز وعايز يوصل له نهر من الحسنات، ساهم بحفر بير هتنقذ الناس كتير. رمضان الخير بينادي عليك، بالصدقات تسقيهم